الياس شتي ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الزمالك واتكلمنا وحركنا على القصه دي اكتر من مره وفعلا حصل تواصل مع الياس شتي من قبل مسؤولي نادي الزمالك او من بعض ممثلي نادي الزمالك عن طريق وكيل اللاعب لكن تواصلنا مع مصدر مقرب من الياس شتي اللي انتقل بشكل رسمي للوداد البيضاوي المغربي واكد ان حصل تواصل بالفعل من قبل مسؤولي نادي الزمالك لكن التواصل ما كانش بيمتاز بالجديه المطلوبه وما كانش فيه سرعة في إنهاء المفاوضات فبالتالي كان الفريق الأسرع واللي حسم بشكل أكبر هو فريق الوداد المغربي من خلال رئيسه سعيد الناصري فالراجل من خلال تصريحاته لنا يعني قال لك ان ما كانش فيه اي تحرك رسمي من جانب اداره النادي ولكن يبدو ان عدم الاستقرار على الصعيد الاداري عطل الامور ودي ودي مشكله يا جماعه هتقابل نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه عدم الاستقرار على الصعيد الاداري ده والتضارب في الاختصاصات نوعا ما داخل اداره نادي الزمالك نوعا ما او ده اللي واضح للجميع بالمناسبه لكن قال لك ان بالتالي احنا بصينا للعروض العربيه الاخرى اللي جات لنا وكان في عرض من الدوري الروماني لكن الوداد هم اللي حسموا الامور بمنتهى السرعه وقبلنا العرض المقدم للاعب عشان يكون ضمن فريق الوداد للموسم الجديد وتدعيم مميز جدا لفرقه الوداد وانا بشوف ان الزمالك السنه الجايه مش محتاج باكليفت ليفت الياس شتي هو باكليفت ليفت لعيب ظهير ايسر مميز لكن الزمالك مش محتاجه لان عنده فتوح هيجي يعمل ايه؟ يعني, يعني وجهه نظري فتوح احسن مره ربما لو فتوح ما كملش مثلا بعد السنه الجايه اكيد هيبقى الزمالك محتاج باكليفت ف مش عارف هيتم معالجه الحته دي ازاي لكن متغيرات كتيره جدا في كره القدم فخلينا نتابع ونشوف النهارده كمان الغرافه القطري اعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع فرجاني الساسي لاعب نادي الزمالك السابق واللي كان فيه محاولات لعودته لصفوف الفريق بس المحاولات ما كانتش برضو قويه لان برضو الازمه هي الفلوس الفلوس كتير، يعني سياسي بياخد ما شاء الله هناك مبلغ وقدره، بن شرقي ما شاء الله في الامارات بياخد مبلغ وقدره، فحتى لو كان في محاولات لاعادتهم فمحاولات اه الرغبه موجوده عند الطرفين بالمناسبه، الاثنين يعني فيرجاني سياسي اكيد كان يتمنى يبقى موجود في الزمالك، لكن الفلوس برضه هي العائق، وبالمناسبه مش نادي الزمالك بس اللي بيمر بازمات ماديه، لا كل الانديه المصريه بالمناسبه يعني. فده بخصوص فيرجاني سياسي اللي زي ما حضراتكم شفتوا كده انتقل بشكل رسمي للغرافه القطري. فيما يتعلق بأزمة الكويت يعني إذا عايز يعيد مثلا صفقاته الجديدة ففي مقترح من ضمن المقترحات او فكره من ضمن الافكار اللي بيفكر فيها المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم وهي علاقه بايه؟ ليها علاقه ان الزمالك يأيد اللعيبه اللي هو عايزهم او ياخد معاه اللعيبه اللي هو عايزهم في البطوله العربيه من غير ما ما يأيدهم محليا، هتقول لي ازاي هيشاركوا في البطوله العربيه وهم مش مقيدين محليا لان احنا عارفين دايما ان لازم اي لاعب يشارك في اي بطوله قاريه تمام؟ لازم يكون مقيد في الاتحاد الاهلي. فقال لك كده اللوائح اصلا بتاعت الاتحاد الدولي لا تسمح للاتحاد المصري ان هو يقيد لعيبه قبل ما الموسم يخلص. فاحنا عندنا الدوري هيخلص ايه؟ اعتقد يوم 26 او 27 ولازم الزمالك يقيد لاعبته قبل انطلاق البطوله على الاقل ب 48 ساعه، اول ماتش الزمالك يوم 28 ففي في يعني كلام كتير في الحته دي. لكن الناس في اتحاد الكوره بيفكروا بيقول لك ايه؟ هي كده كده البطوله مش يعني معتمده دوليا مش معتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم فبالتالي البطوله العربيه هي خارج خارج الغطاء الدولي تمام او المظله الدوليه فبالتالي يقدر نادي الزمالك ان هو يلاعب اي حد ياخد اي حد من لعبته ويأيدهم في البطوله العربيه عادي مش شرط ان هم يتأيدوا في في القائمه المحليه يعني فده من المتوقع حدوثه لكن إيه المؤكد ان نادي الزمالك هيستخدم او هيستعين بصفقاته الجديده المحتمل التعاقد معها في البطوله العربيه دي جزئيه مهمه برضه عشان نطمن من خلالها جماهير نادي الزمالك طيب